مساء الخير. ناقش مجلس الوزراء 5 سيناريوهات لرفع أسعار التعرفة الكهربائية عبر زيادات تتراوح بين 15 إلى 24% منذ بداية تموز المقبل، وتهدف الحكومة من إجراء تعديل زيادة أسعار التعرفة الكهربائية معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية. وللمزيد من التفاصيل نلاحظ في الجدول عرض نسبة الزيادة المقترحة خلال الفترة 2013 ل 2017، حيث يظهر السيناريو الأول الذي وضعت الحكومة بموجبه رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 18% خلال العام الحالي، فيما تبلغ نسبة الارتفاع خلال أعوام 2014-2017 ما نسبته 15% و5% و5% و2% على التوالي. السيناريو الثاني والذي تبدو الحكومة أقرب له فهو رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 20% باستثناء الاستهلاك حتى مستوى 300 كيلوات ساعة شهريا للقطاع المنزلي. وتحددت النسبة للأعوام 2014-2017 كالتالي 19% و5% و4% و3% على التوالي. السيناريو الثالث الذي وضعته الحكومة لتنفيذ قرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية يتمثل بزيادة التعرفة على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 19% مقابل دعم نقدي لمستهلكي القطاع المنزلي الذي لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلووات في الساعة شهريا. وتتراوح نسبة الزيادة للأعوام 2014-2017 ما نسبته 18% و4% و4% على التوالي. السيناريو الرابع والذي وضعته الحكومة يتمثل في رفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح بنسبة 15%، وتتوزع الزيادة على الأعوام من 2014-2017 20% و5% و3% و2% على التوالي. السيناريو الخامس وهو الأكثر ارتفاعا يتمثل برفع التعرفة الكهربائية على كافة الشرائح والقطاعات بنسبة 24% باستثناء القطاع المنزلي، فيما تتوزع الزيادة على الأعوام 2014-2017 كالتالي 20% و6% و5% و4% على التوالي. ويعد أبرز المستهلكين للكهرباء القطاع المنزلي الذي يستحوذ على ما نسبته 35.6% من إجمالي الطاقة، يلي فئة المشتركين التجاريين بنسبة 12.7% ومن ثم فئة المشتركين الصناعيين المتوسطين بنسبة 12.2% وفئة ضخ المياه بنسبة 9.7%. أصدرت غرفة صناعة الأردن بالاتفاق مع مصانع الحديد اليوم نشرة إرشادية جديدة لأسعار بيع مادة حديد التسليح المصنعة محليا وسارية لأسبوع واحد. ووفقا للنشرة يتراوح سعر بيع طن الحديد شد 40 أرض المصنع ما بين 528 و 551 دينار من دون ضريبة المبيعات. وبحسب النشرة يتراوح سعر بيع الطن الواحد شد 40 مع ضريبة المبيعات البالغة 8% ما بين 570 و 595 دينار للطن الواحد. سعر بيع طن الحديد شد 60 أرض المصنع يتراوح سعره 532 ل 556 دينار للطن الواحد من دون ضريبة المبيعات، ويتراوح سعره مع ضريبة المبيعات ما بين 575 و600 دينار للطن الواحد. وتهدف النشرة التي تصدرها الغرفة أسبوعيا إلى إطلاع المواطنين على الأسعار الحقيقية لمادة الحديد في السوق المحلية، وتتعهد المصانع بالبيع المباشر للمواطنين. دعت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر والممثلة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار، دعت المستثمرين في الأردن في جميع القطاعات الاقتصادية إلى اجتماع عام ستعقده في غرفة تجارة عمان خلال حزيران الجاري لمناقشة قانون الاستثمار الجديد. ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الدكتور أكرم كرمول. مساء الخير دكتور أكرم. الخير يا ستي يا مين. يعني في الحقيقة من أهم الملفات الاقتصادية هو ملف قانون الاستثمار الذي ما يزال يراوح مكانه منذ سنوات بالرغم من عقد العديد من الاجتماعات. بالنسبة لهذا الاجتماع ما الذي سيضيفه هذه المرة؟ والله الحقيقة المؤتمر المفكر فيها والاجتماع العام سيكون يشمل من المستثمرين بقطاعاتهم المختلفة، يعني قطاعات التعليم والسياحة والزراعة والصناعة والتجارة، كل في عندنا 38 قطاع اقتصادي كلها فيها استثمارات، هذه كلها تشكو الآن، يعني نسبة التقدم تبعها إذا حصل وعادة كثيرا ما يكون تباطؤ، يعني آخر نسبة حصلناها إحنا كانت 33% بين الأربع شهور الأولى، قبلها كان في عندنا هبوط
ففي اغلب الاحيان في هبوط في الاستثمار بين 10 و30%. نعم، هذا الحكي يدل على انه هناك مشكله او يعني احنا بنحكي عن الاستثمار الخارجي ولا حتى المحلي؟ والله كله، الاجنبي والمحلي. نعم. الاجنبي والمحلي، يعني الاجنبي المباشر اللي هو من المستثمر الاجنبي المباشر او نعم. الاستثمار المحلي، والاجنبي نقصد فيه العربي وغير العربي. نعم. ليس فقط غير العربي. هذه الاستثمارات كلها بتعتمد على قديش البيئة الاستثمارية جيدة في بلدنا. يعني هل شهدنا خلال هذه الفترة خروج استثمارات كانت موجودة في السوق؟ كل إذا بتلاحظ مراقبة الشركات بتصدر تقارير عادة تقول نعم. قديش اللي خرجوا من السوق، قديش الشركات اللي صفت، وقديش الشركات اللي تعاقب أو تغرم، وقديش الشركات اللي تدخل أيضا السوق. هناك من يدخل وهناك من يخرج، لكن الحصيلة في اللي يخرج أكثر الحقيقة. نعم. وبيهمني أنا اللي يدخل السوق المضبوط يكون أكثر. يعني السنة اللي فاتت مثلا أو العفو نعم العام الماضي كان عندي 100,000 جاهز للعمل محلي، اللي اشتغل منهم 20,000. يعني الاستثمارات اللي صارت شغلت 20,000، طب 80,000 وين راح فيهم أنا؟ نعم. وهدول 80,000 رقم يتصاعد، يعني 50 إلى 60,000 في كل سنة خريجين من الجامعات. 50 إلى 60,000 هذول كله بده عمل أيضا، لأنه بيكون أرهق والده وهو يصرف عليه مشان يطلع ويتخرج. صاروا نعم. بعلموا ماجستير، زادت نسبة الماجستير. في حد لكل ما يحصل حاليا، في حد لا تستطيع تجاوزه. بجيب دكتوراه نص البلد وماجستير نص البلد وكله ما بياخذش أحسن يعني. نعم. لما بيصرف أكثر. يعني هي أبرز مشكلة عدم وجود قانون استثماري يجذب المزيد من الاستثمارات، صحيح؟ مشاكل والله يا ليلى، حقيقة أنا مشاكل الاستثمار أكثر من ذلك. نعم. يعني عندي البيروقراطية أو اللي هي تعقيدات الإدارية. نعم. اللي لا تجي إما عن موظف زائد، تعدد المرجعيات أيضا ربما أمام المستثمر. نعم. تعدد المرجعيات، تعدد المرجعيات، اختلاف القوانين. أنا عملت مصنع مياه بتذكر في 96 كانت الجدول الاقتصادي تبعه 16%، لما جاء سنة 94 فرضوا ضريبة المبيعات صار 6%، في 98 كانت ضريبة المبيعات 16%. نعم. يعني 16% لما أنا أجا حصلتها سنة 96 لما عملت المصنع أخذتها الحكومة، سكرت أنا، كلفني ربع مليون وبعته 30,000. ليش؟ لأن تغيير التشريعات، بدك ثبات تشريعات، بدك ثبات. بعدين أهم عامل الحقيقة مواجهني اللي عم بطفش المستثمر سواء نعم. كان أردني أو عربي أو أردني أو أجنبي. طيب نتائج هذه الاجتماع، تعقيد التعامل. نعم. يعني كثرة فعلا هي كثرة المرجعيات، بس حتى في نفس المرجع في نفس الدائرة البلديات مثلا أكيد. أمانة العاصمة، يعني كلها بدها تتلغوص وكلها بدها شهادات وبدها تعملي لها معاملات مشان أكتر العدد فعلا. من هذه الإدارة الكبيرة. يعني دكتور أكرم الكل بيعرف شو هي المشكلة، أهم إشي نتائج هذا الاجتماع شو رح تعملوا فيها؟ رح تبعتوها للحكومة؟ رح يتم تنفيذها على أرض الواقع؟ هذا الأهم. إنه نعم، هو الكل بينتظر. يعني أنا وزير الصناعة فتح دائرة جديدة مشان نعم. مش هذا الوزير اللي قبله. نعم. كان رجل فاضل حقيقة، وبيحاول إنه يعمل دائرة مشان يستثمر، يستقبل مشاكل المستثمرين. نعم. والله بقول لي ما في أجاني ولا واحد. هل معنى ذلك يا أكرم إنه الاستثمار بيرفكت ما فيش عنده مشاكل؟ لا، مليان. نفس السؤال أجاني من الإخوان في جريدة نعم. الرأي نعم. والغد، بقولوا فتحنا باب ما حدش مستثمر. نعم. احنا بدنا نحاول نجيب لهم المشاكل. نعم. ونعطيهم الحلول. بتعرف اكثر واحد بيعرف الحل لمشكلته هو نفس صاحب المشكله. نعم. ما حدش عم بيشكل الدوائر الحكوميه لانه بخافوا من الموظفين يرضوا يذوهم مره ثانيه. نعم دكتور اكرم، نحن ان شاء الله رح نتابع هذا الاجتماع. رئيس الهيئه الاداريه للجامعه دكتور اكرم كرمول كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ارتفعت إيرادات صندوق تقاعد نقابة المهندسين بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الحالي، وارتفعت أرباحه بنسبة 58% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتبلغ موجودات صندوق التقاعد الدفترية 181,700,000 دينار، فيما تبلغ قيمتها السوقية 273,200,000 دينار. بالنسبة للإيرادات فقد بلغت 7 ملايين دينار خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع 6,100,000 دينار خلال الربع الأول من العام الماضي. هذا بالنسبة للإيرادات. بالنسبة للقيمة السوقية للأسهم، فقد تمكنت لجنة الأسهم التي يرأسها نقيب المهندسين من رفع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم من خلال السياسة المتحفظة بالتداول لتصبح 19,100,000 دينار مقارنة مع 17,700,000 دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة وصلت إلى 8%.